أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نشر في موقع الهيانات ميليشيات مسلحة تقتل 4 نساء ورجلا جنوبي العاصمة. وفي المدى نطالع مساعي لإعلان مرشح تسويه خلفا للعبادي وتقارب بين السائرون والفتح يمهد الطريق لطرح تحالف موحد. نشر في كتابات العبادي يعلن من البصرة رسالة تعزيزات عسكرية إلى المدينة. ونقرأ في الجزيرة نت أردوغان محذرا العالم من كارثة بإدلب، أوقف الأسد. ونطالع في العربي الجديد، هدوء البصر لا يحسن حظوظ العبادي وتقارب الصدر العامري يتعمق. ونقرأ في القدس العربية، أمريكا تطلب من شركات الطيران توخي الحذر في استخدام المجال الجوي الإيراني. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة، المعارضة السورية تتوعد النظام بمفاجآت وتحذير دولي من أسوأ كارثة إنسانية. أهلا بكم. المرحلة الراهنة لا تتحمل رئيس وزراء كحيدر العبادي أو نور المالكي أو إبراهيم الجعفري أو إياد علاوي كما يذكر التقرير، لكن هناك كثيرين غيرهم. فمن منا لم يفرح قبل 4 سنوات برحيل المالكي وحلول حيدر العبادي مكانه، رغم أنهما من نفس الحزب الذي أثبت بسلوك قادته ومعتقداته وسياساته أنه حزب متخلف فاشل لا يصلح لحكم وطن تسكنه قوميات وطوائف وأديان متعددة، وفيه مئات الآلاف من المتفوقين المبدعين في ميادين عدة وليس ميدان واحد، في ميادين السياسة مثلا والاقتصاد والعلوم والفكر والأدب والفنون، ولا يمكن قيادته إلا بنظام ديمقراطي حقيقي غير ملوث وغير مخشوش. هكذا كتب إبراهيم الزبيدي في العرب اللندني. فالمرحلة الدقيقة الراهنة لا تتحمل رئيس وزراء كحيدر العبادي أو نور المالكي أو إبراهيم الجعفري أو أياد علاوي ولا أي وزير من الوزراء المعتقين الفاشلين، ولا حتى هادي العامري وفالح الفياض وطارق نجم وإبراهيم بحر العلوم، ولا أي واحد آخر ممن دارت وما زالت تدور حوله التقولات والشبهات والاعتراضات. ولو كان حظ العراق اليوم أفضل من حظوظه السابقة لجيء برئيس وزراء نزيه قوي شجاع مثقف مستقل لم يعرف عنه فساد ذمة أو موت ضمير. وقبل هذا وذاك، فإن الظروف المتفجرة المستجدة كلها تفرض على من سينتقي رئيس الوزراء الجديد أن يأتي به من خارج الشلل المتقاتلة على الهريسة وليس على الحسين. ولكن ما فائدة أن يجيء رئيس وزراء بقوة هتلر وإنسانية نيلسون مانديلا إذا لم تطلق يده في اختيار وزرائه بنفسه وليس بالمحاصصة الطائفية والعنصرية التي حكموا ويحكمون بها ولم يأتي منها ومنهم سوى خراب البيوت؟ ثم كيف سيمكنه اجتثاث الفساد إن كان وزراؤه من الفاسدين أو من خدم الفاسدين؟ هذا هو السؤال. الكاتب يضيف، يمكن اعتبار زمن حيدر العبادي قد أصبح في خبر كان وصار على الشعب العراقي من اليوم أن يبحث عن حكومة جديدة وعن رئيس جديد. يقول الكاتب سليم سوزة في مقال بصحيفة المدى، بالنسبة لي لا أرى أي علاقة بين حراك البصرة وبين إيران أو أمريكا على الأقل حتى هذه اللحظة. هذا تجاوز وتسفيه لكبرياء المواطن البصري المنتفض، ينظرون إليه ما لو كان ألعوبة يحركها آخرون أجانب كيفما يشاءون. الحق أنهم خرجوا لمطالب خدمية واضحة والجميع يعلم ذلك ومحددة، ليست هناك محركات أيديولوجية معينة ضد هذا المحور أو ذاك. نعم، ربما هناك رسائل سياسية محددة لجوهر النظام السياسي ككل، لكن هذه الرسائل تأتي في سياقها الثاني، السياق الذي يأتي وراء كل فعل
فعل تظاهر على الأرض، وهل فعل التظاهر كما يصف الكاتب إلا سياسة؟ أنا أرى هذا الحراك في الأساس يأساً وإحباطاً انفجر بوجه كل شيء في البصرة. الحكومة لا تفهم هذا، بل كل الحكومات لا تفهم هكذا حركات، لا تراها سوى مؤامرة يقودها هذا الطرف لإسقاط هذا الطرف. هذا السيناريو الوحيد الذي تتخيله الحكومة، وهو سيناريو سهل أدمن على اجتراره كسالى المسؤولين في أي حكومة عرجاء فاشلة في العالم. الحكومة لا تفهم سبب غضب البصريين، طبعا لا تفهم لأنها لا تعيش في العراق، تعيش جسدا فيه، إلا أن روحها في الغرب الجميل. لدى المسؤولين بيوت وفلل في الخارج وأرصدة في بنوك الغرب، أبناؤهم يدرسون في أرقى الجامعات العالمية، يركبون أرقى السيارات، ثم يطلبون من أبناء الشبيبة العراقية المسكينة الانضمام إلى فصائل الدفاع عن العرض. اسألوا أهل الخارج ستعرفون. في أفواهنا ماء، لا نستطيع الحديث أكثر لئلا يفسر تحريضا على العنف. مهما حاول الأمريكيون أو الإيرانيون تحريض البصريين كما يعتقد البعض، لن يستطيعوا فعل ما فعله البصريون في الأيام القليلة الأخيرة. الكاتب يضيف: اتركوا أيها السياسيون العناصر الخارجية التي هي من اختراع مخيلاتكم، واتركوا أقوال العاطلين عن التفكير، فالناس لم تعد تنطلي عليها قصص ما قبل عهد التواصل الاجتماعي. فكروا في المشكلة الأساسية، هذا الأهم، التي صنعتموها بأيديكم أنتم، مشكلة نظام سياسي مبني على الحصص والتحاصص والحصص المقابلة. هذا أس المشكلة، لأنها تصنع حكومة جامدة وباردة ورهينة الخلافات على أسخفها. منذ الغزو والاحتلال في عام 2003 وحتى اليوم، يستمر مسلسل الاستثمار السياسي في كل شيء في العراق، حتى في دماء الأبرياء. لا وازع ديني ولا أخلاقي ولا إنساني يمكنه أن يوقف هذا الفعل، لأن القوى المتسلطة تجد نفسها أنها أكبر من كل هذه القيم، بل هي تعرف نفسها بأنها حاملة لواء هذه القيم وممثلها الشرعي والوحيد، وإنهم يمنون علينا بأنهم كانوا محررين وهم الذين أعادوا السيادة والاستقلال ومن جلبوا حكم الشعب وسيادة القانون. كان هذا مستهل؟ مقال للكاتب مثنى عبد الله في القدس العربية. إن استمرار التظاهرات دون حل يذكر سوى اجتماعات ولجان ولقاءات غير مفيدة يعطي المواطن شعورا بأن صوته لا يسمع، وأن القائمين على أموره قد جردوه من إنسانيته بعد أن منعوا عنه حق الحياة الكريمة. وعندما يتم اختزال الوضع في البصرة بأنه ناجم عن خلافات بين الحكومة المركزية ومجلس المحافظة حول أمور مالية وإجرائية، فإن ذلك يعطي انطباعا بضياع حقوق المواطنين بين الجهتين. وهنا سنكون أمام عامل اليأس الذي سيدخل بقوة في المشهد، ما يدفع المتظاهرين لتغيير صورة التظاهر السلمي الذي استمروا عليه في الفترة الماضية. عندها لن يكون المواطن مسؤولاً عما سيحصل، بل السلطات التي تعمدت الصمم، ولعل ما حصل مؤخراً من حرق لمقرات الأحزاب والميليشيات والعصابات المسلحة والقنصلية الإيرانية دليل واضح على أن المواطن يعرف تماماً أن ما يمر به من ضنك العيش وصعوبة الحياة إنما مرده التلاعب القذر الذي يدور بين هذه القوة الخارجية وأذرعها في الداخل وبين الآخرين. لكن ذلك لن يمر دون استثمار سياسي من قبل الأحزاب التي فازت في الانتخابات وتلك التي خسرت فيها. الهدف منه تحسين شروط التفاوض لكلا الطرفين بغية تشكيل الكتلة الأكبر التي سيكون من حقها تشكيل الحكومة. وفي خضم هذا الحراك الجماهيري الشرعي والقانوني، وبينما تتصارع أطراف كثيرة داخلية وخارجية تجبيره لصالحها، تبقى المرجعية الدينية تغلف مواقفها بالغموض وتحرص كل الحرص على عدم الإعلان الصريح عن موقف حاسم في هذا الحدث الكبير. لقد آن الأوان لها لأن تتوقف عن الركون إلى إبداء النصح وحده. ف15 عاما من الجوع والتعذيب والقتل والتغييب والإقصاء والتهميش والسرقات
الكبرى كافية تماما بأن تنحازوا بشكل علني وواضح إلى المتظاهرين. منذ أن بدأ أبناء شعبنا تظاهراتهم قبل عدة سنوات مطالبين بحقوقهم، وإلى التظاهرات الحالية خصوصا تظاهرة أهلنا في البصرة التي طالبوا فيها بأبسط حقوقهم وهي الماء الصالح للشرب والكهرباء والوظائف والعدالة الاجتماعية ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام، بعد أن أوصلهم سياسة الصدفة وساسة الفشل وسارقي أموال الشعب إلى حالة يرثى لها من سوء الخدمات ومن البطالة والفقر والجوع والأمراض ومن الإهمال الكبير والمتعمد للبناء والإعمار، وبعد أن سرقوا الأموال الكبيرة التي خصصت للبصرة وغيرها من المحافظات. وفي كل يوم يسمعون سياسيين أشنع وأبشع الأوصاف وأحطها، فتارة يصفونهم باللصوص وتارة بالفاشلين وأخرى بالفاسدين، ولكنهم لا يسمعون، بحسب الكاتب سامي الزبيدي في صحيفة الزمان العراقية. فيا أنصاف السياسيين، يا من خذلتم الشعب وخنتموه وسرقتم أمواله وحولتموها إلى أرصدة في بنوك العواصم الأوروبية وإلى عقارات وعمارات وشركات في مختلف دول العالم، ويا من جوعتم شعبكم وأفقرتموه وأمرضتموه وحرمتموه من أمواله الطائلة التي جعلتموها نهبا لكم ولعوائلكم ومريديكم، ويا من حرمتم الشعب من أبسط الخدمات التي تقدمها أفقر الدول الإفريقية لشعوبها وهي الماء والكهرباء، ويا من حرمتموه من الحياة الكريمة أسوة بشعوب المنطقة وشعوب الدول النفطية، ويا من حرمتموه من حريته في اختيار قادته بعد أن زورتم الانتخابات ليس في هذه الدورة وحسب بل في كل الدورات السابقة، ويا من اعترفتم أمام الشعب ومن على الفضائيات بأنكم قد فشلتم في قيادة البلد وإيصاله إلى بر الأمان، بل أوصلتموه إلى الهاوية السحيقة وأدخلتموه نفق الظلام والجهل والأمية والخرافات بعد أن دمرتم التعليم بكل مستوياته ودمرتم العلم والثقافة والآداب والفنون ودمرتم الطب، وبعد كل هذا الفشل والإخفاق وبعد كل السرقات والموبقات، ماذا تنتظرون من الشعب أن يقول لكم؟ فها هو اليوم يسمعكم أشنع الأوصاف وأسوأها وأحطها وأنتم كأنكم لا تسمعون. المشكلة أن هؤلاء الساسة كأنهم لا يسمعون هذه الأوصاف المشينة ولا تحرك فيهم ساكنا، بعد أن مسحوا قطرة الحياة من جباههم وأبدلوها برصعات مكوية ليوهموا البسطاء أنها تدل على كثرة السجود والصلاة، وهم أبعد ما يكونون عن الصلاة وعن مبادئ الدين الحنيفة. أطلقت أحداث البصرة مرحلة جديدة في الصراع السياسي لم تنتظر القوى والأحزاب لا سيما الشيعية خمود النار أو تحقيق بعض مطالب الناس. سارعت إلى توظيف الانتفاضة، تسابقت على ذم الحكومة وهي جزء منها ومن الحكومات التي سبقت. إنه توظيف لدماء أهل البصرة، توظيف سياسي بحسب الكاتب جورج سمعان في الحياة اللندنية. صحيح أن العراقيين الذين عبروا في مناسبات عدة وفي الانتخابات البرلمانية قبل أشهر عن مزاج معادل إيران أكدوا الرسالة ثانية بوضوح في تظاهرات البصرة بالهتافات المعادية لها وبحرق قنصليتها ومقر الفصائل الموالية لها، لكن الصحيح أيضا أن الحشد الشعبي بفصائله المتعددة الرأس ليس هو المشكلة أو العائق الوحيد في وجه المنادين بإيران برا برا، إن غالبية القيادات الشيعية المتناحرة اليوم على موقع رئاسة الوزراء هي التي هيئت الساحة للجمهورية الإسلامية ولا تزال تساهم في تسهيل تدخلها في الشؤون العراقية، فالعجب مثلا في أن تعلو الأصوات محذرة من عودة حزب البعث وبقايا أو من مندسين في كل مرة تتعرض الجمهورية وميليشياتها لشعارات معادية أو اعتداءات. الهدوء على جبهة البصرة قد لا يطول، فلا شيء يشي بأن السلطة قادرة على استجابة مطالب الناس بعد إهمال طويل، وفي ظل الصراع السياسي الداخلي والخارجي المحتدم وتوزع مراكز القوى المتقاربة الحجم.
الكاتب يضيف: كان واضحا أن جميع المنخرطين في الأزمة السياسية الحالية في البلاد يسعى كل منهم إلى توظيف هذه الانتفاضة لمصلحته الخاصة، وما ساهم في رفع درجة التوتر والخوف من صدامات أهلية وسقوط البلاد في الفوضى. يعيش السوريون اليوم خصوصا في محافظة إدلب التي تضم حوالي 3 ملايين فوق أرضها حالة من الترقب والرعب من تصعيد العمليات الحربية فيها، الأمر الذي سينجم عنه إزهاق أرواح وتهجير عدد كبير من السكان. من المرجح أن الحدود كلها ستغلق في وجوههم مثلما وقع مع سكان درعا في السابق عند تصعيد العمليات الحربية، وكيف دفعتهم الحرب إلى العراء بعدما أغلقت الحدود في وجوههم. عن مصير إدلب تتكلم بالأحرى سوسن جميل حسن في العربي الجديد. ثلاثة ملايين سوري تحت رحمة المزاودات والرهانات غير المدروسة، أو على الأقل التي لا تضع مصلحة الشعب وحماية حياته في أولوياتها، وسيطرة الجهات المرتهنة في الخارج تمارس ساديتها على الشعب وتتلذذ بمازوخيتها تجاه أسيادها ومموليها وماسكي رقابها. يتفضل الذين يريدون من أهلنا في إدلب أن يحتملوا القصف ويواجهوا الرصاص بشجاعة ولا مبالاة، ويبقوا مرتهنين لأمزجة المسلحين وبنادقهم وأهوائهم، ويطرحوا البرنامج البديل. ماذا لديهم غير إسقاط النظام؟ ما هو برنامجهم القريب والبعيد؟ وما الذي يمكن أن يفاوضوا عليه؟ سوريا للسوريين، ومن يستلم قرارها اليوم ليس سورياً ولن يكون رحيماً بأهلها. القمة الثلاثية هي قمة التغول بحياتنا نحن السوريين، تعرض نفسها أمام العالم غير المبالي بمصيرنا وبمستقبل لا يمكن إذا استمر فيه السلاح في القول أن يخلف أكثر من دولة مشلولة زيادة على دمارها لن تستطيع النهوض. الكاتب يختم ويقول: الواضح أن الصراع في سوريا اتجه باكراً نحو أن يكون على السلطة والنفوذ والاستئثار بالحكم، وبالتالي كان الحكم للسلاح، ولم تكن هناك عملية سياسية إطلاقاً في أي من أوقات الحراك السوري والحرب من بعده، لأن الأطراف كلها بين نظام ومعارضيه مرتهنة للخارج ولمصالح إقليمية ودولية. بعيداً عن السياسة، البرتقال فاكهة أطلق اسمها على لونها المعروف، لكن صفة برتقالي لم تعد مسألة مطلقة، ففي أستراليا عثر على حبة برتقال يتحول لبها إلى اللون الأرجواني. ووفقاً لمجلة ساينس آرت، فإن امرأة تدعى نيتي موفيت كانت تقطع حبة برتقال لطفلها حين اكتشفت أن لب الفاكهة أرجواني، وقالت إن البرتقالة كانت طبيعية جداً تماماً من ناحية المذاق والرائحة، حتى أن ابنها أكل القطع العادية لكن الجزء الأرجواني حفظه في المطبخ نظراً إلى شكله الغامض والغريب. ونقلت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد أن اللون الأرجواني استمر في الزحف على قطع الفاكهة خلال اليوم من دون معرفة السبب. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.